الأخ نبيل عبد الكريم الجيلاني من اليمن. من اليمن. نعم. تشرفنا. بارك الله فيك. طبعا حبينا نسألك بعض الأسئلة بعد مشاهدتك للفيلم. تفضل. ما هو شعورك وأنت جاي يعني تشاهد هذا الفيلم؟ يعني ارتحت جدا أن في يعني فيلم مثل هذا على سيرة آل البيت عليهم السلام. نعم. فاطمة الزهراء، ويكون موجود في أمريكا وفي فلوريدا، ويتعلموا العالم، يتعلموا من هذا الناس الطيبين الطاهرين. ممتاز. طبعا ذكرت لي أنت من نسبك يرجع إلى آل البيت. نعم. صحيح؟ بني الجيلاني. ما شاء الله. عبد القادر الجيلاني، إذا سامعين عنه. ما شاء الله. إحنا ما من سلالة. نعم. ما شاء الله. طبعا أخي السؤال الثاني، ما هي الـ 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 اللحظات أو المشاهدة أو الموقف اللي أثر فيك في الفيلم؟ ما هو أكثر موقف أثر في نفسك في الفيلم؟ أكثر موقف أثر في نفسي في الفيلم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحزن في آل البيت مثل الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء، والألم موجود، والآخرين يريدون الخلافة ويريدون الكرسي وما كرسي في. نعم. وقت هذا الوقت اللي. نعم. كان على المسلمين كله يعني مفروض ظلام وزعل. نعم. وضيق بالضبط. يعني يوم حزن. حزن يوم حزن. يوم مات حزن. الرسول صلى الله عليه وسلم. احترام. ما في وقت لهذه الأمور. صحيح. احتراما. أقل احترام. احتراما لرسول الله. يعني إحنا الآن حتى لو من. نعم. أهلنا ولا إنسان عادي يكون له احترام. ما بالك. أيوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يبقون شهور يعني. صح. حزنانين لهذا الشخص. نعم. إذا كان رسول الله طبعا. صح. أكيد. طيب أخي، يعتبر هذا الفيلم من الأفلام العاطفية المؤثرة، يعني شنو مشاعرك بعد مشاهدة هذا الفيلم؟ شو يعني شنو هي انطباعاتك عن يعني كيف أثرت بنفسك حاليا؟ أثرت في نفسي يعني الإخلاق الموجودة اللي إحنا الآن المسلمين يعني قليلا ما تجد فيهم موجودين فيهم الأخلاق الطيبة. صحيح. في هذاك الوقت الصبر، المعاناة، ويعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يعني جيد جدا. فنتعلم من هذا الشيء أنا وزوجتي وأولادي، عندما شافوا الصبر اللي موجود كل شوي كانوا يسألوني، وأنا أقول لهم إن شاء الله عندما يخلص الفيلم أنا في البيت يعني نتكلم، ولكن الصبر اللي موجود عندهم سبحان الله يعني كان مؤثر جدا. هذا أكيد يعني الصبر والشجاعة سبحان الله من يعني أهل البيت خاصة سلام الله عليهم، يعني لا مثيل لهم. هم يعني التحمل، قابلية التحمل عندهم يعني أقوى من أي إنسان طبيعي. نعم. فأكيد يعني هذا اللي تعلمته يعني من الفيلم، الصبر وهذه الأشياء. الصبر يعني و خصوصا الزهراء يعني كانوا يحاولوا انه كيف يوحدوا. عندما شفت يعني. نعم. لماذا ما اراد امام علي ان يقاتل؟ علشان يتوحد الاسلام. نعم. بدل ما يكون فرق ويصير مشاكل بالاسلام. نعم. يتفرقوا المسلمين ويعني. نعم. كل اللي تعبوا في الحروبات علشان ايش؟ علشان الاسلام يتوحد ويقوى ويكون يعني اسلام قوي جدا. نعم. دين. نعم اخي، سؤال، هذا الفيلم طبعا هل يعتبر هذا الفيلم يعني راح يغير صورة الإسلام الحقيقي الموجودة الآن؟ لأنه تعرف في كثير من الغربيين ماخذين نظرة خاطئة عن الإسلام، يعني أكثر الناس يعني يقولوا لك الإسلام هو دين عنف وقتل ودماء وسبي ونساء ويعني هذه الأشياء. هل هذا الفيلم راح يغير صورة يعني هذه الصورة من أدمغتهم؟ نعم. لماذا أقول هيك؟ لأن عندما شفته كان الإمام علي قادر أنه يقاتل. نعم. هذا الإمام علي والله قادر. نعم. لو يريد أنه يعني إذا يريد صحيح لو كان خلص. فكان دائما يحاول كيف أنه يجيل للأمور بالصبر والهدوء وكيف التفاهم. نعم. بدلا من ما يقاتل. في الآن من عندما قاتلوا بس كان دفاعا. نعم. كان أكثر الوقت دفاع. صحيح. وليس يعني مثل ما تقول هجوم واعتداء. نعم. فصار من ما بعد هجوم واعتداء، واللي موجود الآن أكثر الوقت يكون هجوم واعتداء. فهذا الشيء اللي علمونا تعلم في الفيلم هذا كمان. نعم. آل البيت عليهم السلام إنه ما في هجوم واعتداء غير أن دفاع عن النفس. نعم. دافع. نعم. أما أن في هجوم ولا اعتداء لا. نعم. وهذا الفرق ما بين اللي بيصورونا داعش وغير داعش وغير هذا الأمور بالإسلام الحقيقي اللي هو الصبر والمعاملة الطيبة مع الناس والإخلاق، يعني هذا الإسلام. نعم.